ومعنا هاتفيا باحث سياسي يمني السيد نبيل بكيري. مرحبا بك سيد نبيل. بداية، كيف تقرأ إخفاق مباحثات جنيف بعد طول انتظار؟ مثل هذه المباحثات نتيجة هذا الفشل كان متوقعة مسبقا بالنظر إلى كثير من العوامل المعطيات الموجودة على الأرض والموجودة أيضا في أروقة المشهد السياسي اليمني، وبالتالي كانت هذه النتيجة متوقعة ومعروفة مسبقا أنها ستؤول إلى الفشل، لأن كل المقدمات وكل المعطيات المتوافرة لدى المراقب ولدى اليمنيين عموما تشير إلى أنه لن يكتب لهذه المفاوضات أي نجاح. طيب، ما تأثير ذلك على الواقع المتأزم أصلا في الميدان؟ الميدان اليمن تعيش حربا كبيرة وطاحنة منذ 4 سنوات، وتطبع اليمنيون مع هذه الحرب ويعرفون جيدا إلى أين سيذهبون بهذه الحرب. استعادة الدولة واستعادة الوطن والجمهورية هي أهم بكثير من محاولة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثة الجديد شرعنة هذا الانقلاب من خلال دمج هذه الميليشيات الانقلابية الطائفية في مشروع العملية السياسية تحت لافتة السلام والمشاورات والتفاوض. المبعوث الأممي أعلن عزمه عقد مباحثات مع الحوثيين في مسقط وصنعاء، هل تستشرف فرصا لنجاحها؟ باعتقادي هذه هي كانت المقدمة الأولى لجريفيث أو المهمة الأولى لجريفيث الفاشلة بعد سلفي جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ. أنا باعتقادي أنه كانت على الأقل المبعوثان السابقان استطاعا أن يجمع الطرفين، أما جريفيث فقد فشل من أول محاولة بدلالة واضحة أنه أن جريفيث لا يعي جيدا المعطيات الواقع على الأرض ولا يعي جيدا أيضا أو أنه يتعامى على الأسباب الحقيقية لهذه الحرب ويذهب بعيدا في التجديف ومحاولة اختراق جدار الأزمة بنوع من التبسيط الذي لا يمكن أن يكتب له النجاح في المشهد اليمني. خالد اليماني وزير خارجية اتهم المبعوث الأممي بالدفاع عن مواقف الحوثيين، ما دوافع هذا الاتهام ويعني ما تقرأ، ما الذي تقرأه منه؟ هل أن الحل السياسي في اليمن بات ضربا من الخيال؟ لا شك أن الحل السياسي وصل إلى طريق مسدود وأنه لا يمكن أن يكون هناك حلول سياسية مع جماعة تؤمن أن الله اصطفاها للحكم، وبالتالي يستحيل التفاوض مع جماعة بهذه العقلية وبهذه المطلقات السياسية التي لا يمكن التوصل معها إلى حل. الجانب الآخر، فكرة تواطؤ المبعوث الدولي، تواطؤ واضح جدا من خلال عدم اتهام هذه الأطراف التي امتنعت عن الحضور لهذه المشاورات وذهب إلى الإشادة بها خلف أو عكس الواقع الذي يقول أن هذه الجماعة لا تريد أن تذهب إلى السلام إلا بشروطها، وهذه الشروط هو التسليم لها بكل شيء، وأنه لا يمكن الاشتراط عليها أو أنه يمكن محاسبتها أو تقديم تنازلات من قبلها. أشكرك الشكر الجزيل، باحث السياسي اليمني نبيل البكيري.